أوحى إلى عبده ما أوحى. نشر الثقافة والقيم القرآنية، تشجيع الناشئة للإقبال على كتاب الله، هذا ما سعت إليه الجزائر التي دأبت على تنظيم جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي في طبعتها 18، والتي تعد الأولى من نوعها من حيث تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وبمشاركة 51 دولة ممثلة للعالم الإسلامي. هذا المحفل جمع الأشقاء، جمع الأصدقاء برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية الذي يرعى القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم. هنيئا للجزائر مثل هذه التظاهرة. المسابقة تعد تجسيدا حقيقيا لتمسك الأمة بأصالتها ودينها الحنيف، ودور الجزائر في الارتقاء بمستوى الأداء القرآني من خلال غرس الروح التنافسية وتحفيز الأجيال على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها ورسالتها الإسلامية. أن يتقدم إلى المنصة هذا شرف في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. بعد هذه التلاوة، ضيوف الجزائر أشادوا بالتنظيم الناجح لهذه الفعالية وبحفاوة الاستقبال، مبدئين سعادتهم بالمشاركة فيها وتمثيل بلادهم. التجربة الأولى أن أشارك في مسابقة دولية على مستوى العالم، هذه أول تجربة لي، كانت تجربة طيبة وتجربة موفقة ولله الحمد، والإقامة كانت في دولة الجزائر إقامة ممتازة، وأشكر القائمين على هذه المسابقة وبارك الله فيكم. فعالية مميزة كللت بالنجاح، فتنظيم مثل هذه المسابقات بالجزائر هو تعظيم لشعائر الرحمن ومسعى يشجع الجيل الناشئ على حفظ القرآن الكريم الذي سيبقى مجد الأمة ووحدتها.